السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا وصلاة وسلاما، مساء الخير لكم جميعا، ونرحب بكم في ليلة أخرى من ليالي النادي الثقافي. مرحبا بالحضور، ومرحبا بكل من يتابع هذه الجلسة عبر منصات النادي الثقافي في اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى. اليوم نلتقي لنناقش قضية مهمة، عندما يلتقي التاريخ والرواية. هذه الجلسة تطرح بطبيعة الحال مجموعة تساؤلات، لعلنا نفتتح هذه الجلسة بهذه التساؤلات حتى نفتح الشهية أو نثير النقاش لاحقا. من بين تلك الأسئلة: أين ينتهي التاريخ ليبدأ الأدب؟ وأي حدود فاصلة بين التاريخ ورواية التاريخ؟ وما هي الرواية التاريخية في الأساس؟ أهي تلك التي تستخدم التاريخ أو التي ترويه بكل ممكنات الفن الروائي ومستوياته؟ وما هي حدود التخيل في المادة التاريخية المثبتة؟ أليست الرواية في ذاتها تاريخا وإن لم يكن التاريخ مادته؟ هذه أسئلة كثيرة يثيرها اليوم الأستاذ العزيز غسان علي عثمان، الذي اختار لهذه المحاضرة أن تكون بعنوان نقد الرواية التاريخية. الأستاذ غسان ضيف النادي الثقافي اليوم وهذه الأيام، نعرف به وهو لديه سيرة ذاتية حافلة، وأنا أحب أن أسرد هذه السيرة الذاتية لأنها متنوعة جدا، وأيضا تجعلنا نقف على قامة عربية مهمة في الإعلام وفي الفكر وفي الثقافة. هو كاتب وباحث وإعلامي سوداني، باحث في الدراسات الاجتماعية والسياسية، وحاصل على ماجستير في علم الاجتماع السياسي، كاتب صحفي متخصص في الصحافة الثقافية، عضو اتحاد الصحفيين السودانيين، شغل منصب رئيس تحرير مجلة أوراق الثقافية، ورئيس تحرير مجلة الخرطوم الجديدة، ورئيس تحرير مجلة سمسمة للأطفال، عمل مديرا عاما لهيئة الخرطوم للصحافة والنشر، ومديرا لمشروع 100 كتاب في الثقافة السودانية. هو ناشط ثقافي بالكتابة والبحث في عدد من مراكز الدراسات السودانية، وقدم عددا من المحاضرات الجوالة في عدد من الدول العربية حول نقد التراث والعقل العربي في المملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عمان والمملكة المغربية. له مجموعة من الإصدارات، صدر له محمد عابد الجابري نقد العقل وبنية التراث في عام 2010، والعلمانية في نقد العلمانيين في عام 2012، وديكور العويل في معنى السيرة في عام 2014، الهوية السودانية تفكيك المقولات الفاسدة، وعنف النخبة قراءة في جذور التكوين والامتياز في عام 2018. كما أن له العديد من الدراسات تركزت حول سؤال النقد والمجتمع والتاريخ الثقافي العربي. شارك في العديد من الأنشطة الثقافية في المنطقة العربية في المغرب وسوريا وموطنه السودان. له إسهام في الحراك الثقافي السوداني ومشاركات في الندوات والأنشطة الثقافية، منها جائزة الطيب صالح للإبداع الروائي في مجال الدراسات النقدية في أكثر من دورة، ويعمل في الإعلام الثقافي عبر برنامجه التلفزيوني الوراق الذي يعده ويقدمه منذ عام 2016، وكذلك برنامجه الإذاعي سودانويات الذي يعده ويقدمه منذ عام 2017. إذا نحن نترك المجال للأستاذ غسان يحدثنا عن نقد الرواية التاريخية. تفضل الأستاذ غسان، الكلمة لك. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالإذا كل الحياة دي عملتها أنا كويس السيرة الحمد لله. يعني أول حاجة شكرا جزيلا. أنا والله قبل الدخول للمحاضرة وكذا أشكر أختي صديقتي دكتورة منى، وأشكر عمان صراحة. هذه الزيارة الثانية، الزيارة الأولى كانت قبل 4 سنوات، ورغم أنه قد تبدو 4 سنوات طويلة وكذا، لكن ظل الود متصلا يعني مع الله. أقدر أشكركم يعني جزيل الشكر، وكما قال أحدهم يعني ليت قلبي في يدي يعني فأصافحكم يعني جميعا فردا فردا. النقاش حول موضوع اليوم بتاع نقد الرواية التاريخية، أنا أكشف أولا ما الذي قادني للتفكير في البحث في الأدب، وبالذات فيما بات الآن يصطلع عليه بالرواية التاريخية رغم الصراع والخلاف حول المفهوم نفسه. يعني أنا عندي انشغال قديم بقضية التراث وحضوره في الظاهرة الاجتماعية العربية،
ولعل الأدب أنا أقول دائما أخطر من أن يترك للأكاديمية النقدية الجامعية، يعني لأنه أكبر تجلي اجتماعي يحتقب كثير من علامات ورموز وقيم هذه الظاهرة وكذا، وبالتالي هو ليس فقط متروك للدرس الأكاديمي الجاف حتى أن تطبق عليه بعض القواعد والإجراءات والقوانين لصالح أن تستخلص بعض الدراسات النقدية لفهم النصوص وتحليلها وتفكيكها وكذا، بل أنا أعتقد أنه الأدب كما قلت يحتاج أن يصبح درس شراكة يعني بين كل المشتغلين في العلوم الإنسانية، في الاقتصاد، في السياسة، في علم الاجتماع بطبيعة الحال، في الفلسفة وكذا، وهذا لأهمية دور الأدب وفاعليته في الظاهرة الاجتماعية. لذلك دخلت لأفهم أو أفكر أكثر في ما بات يصطلح عليه الآن بتعبير الرواية التاريخية. العدة بتاعت الشغل اللي اشتغلت عليها، أولا ما هو ذلك التاريخ الذي تم استثماره جماليا يعني وإبداعيا في الأدب، بمعنى إيه القناة التي انتقلت من فضاء موضوعي قائم على سرديات عندها درجة ما من التقدير والقداسة، يعني كتب التاريخ وكتب الإخباريين وكذا، ثم عملية التجسير الذي جرى حينما ننقل واقعة ما أو شخصية ما أو فضاء لحدث ما، وبالتالي انتقلت مبدأ اللي أفهم أنه ما هي المنهجية التي مبدأ اعتمدت في كتب الإخباريين العرب، كيف كتب التاريخ نفسه قبل أن يتحول إلى عملية الرواية. يعني تعلمك السيسيولوجيا بأنه ليس هناك شيء خارج السرد، مش كده، وبالتالي ليست هناك ظاهرة اجتماعية لا يتم التعبير عنها من خلال السرد. التاريخ نفسه حالة سردية كما نفهم يعني، وتنطبق عليه ذات الشروط التي تنطبق على الرواية الذي يريد أن يختار لحظة ما أن يسكت، أن يفصح، أن يعزز، مش كده، أن يخفي، أن. فبدأ لي بشيء يعني أو بآخر، يعني أنه التاريخ العربي الإسلامي إذا وصفناه بهذا المعنى هو ليس تاريخا للأفكار، هو بشكل أو بآخر تاريخ الأعلام والشخصيات والأحداث. أنا حينما أقرأ أبحث مثلا في تاريخنا الفلسفي فأذهب لآتي مثلا بالشهرستاني مثلا الملل والنحل، فأقع على عبارات هي التي أخذتني إلى هذا البحث، يعني أنه أول من قال بكذا هو فلان، أول من قال بالجبر معبد الجهني، أول من قال بكذا هو فلان، أول. فهذه أولى المتاعب في المدونة التاريخية العربية، أنها ليست تاريخا للأفكار بقدر ما هي محاولة فصل ما بين التراكم الذي يحدث في الظاهرة الاجتماعية والتي بموجبه تتشكل الواقع التاريخي، والذي بموجبه تتطور الأفكار، والذي بتتبعه نستطيع أن نقرأ تاريخ هذه المعرفة في جينولوجيا متعددة، يعني لتنتهي إلى فقط الحديث أن فلان ينسب إليه كذا. غياب التاريخ الأفكار في التاريخ حينما انتقل الروائيون ليكتبوا عن أو ليختاروا شخصية ما أو حدثا ما أو قضية ما، أخذوا معهم نفس هذه المتاعب، لأنهم أيضا لم ينقلوا تاريخ تشكل وتطور وتحول الأفكار في الظاهرة الاجتماعية. المثال بالنسبة لي بسيط، حينما أقع على رواية مثلا تريد أن تشتغل على زي جيلبرت سينوي اشتغل على ابن سينا، مش كده، اللي هو ابن سينا أو الطريق إلى أصفهان، فأول ما أفعله ما هو مصدر جيلبرت الذي بنى عليه هذه السيرة التاريخية تخييلا وتسريدا في هذه الرواية؟ للبحث نقع أنه الذي دون تاريخ ابن سينا هو تلميذه أبا عبيدة الجوزجاني، مش كده، ده المصدر الرئيس اللي اعتمدوا عليه حتى المستشرقين في كتابة تاريخ ابن سينا. أنا الآن لم أذهب إلى الرواية بعد، أنا أفكر فقط في المدونات التي تغذت عليها عمليات التخيل واستندت عليها عمليات التسريد، إذا كانت رواية أو أي شكل من أشكال الجمال، الأشكال الجمالية والإبداعية في الكتاب. أذهب خطوة أخرى لشخص يكتب رواية عن ابن عربي، موت صغير، مش كده، موت صغير، علوان كتب رواية موت صغير،
طيب. موت صغير بشكل أو بآخر هي تعتمد على المستشرق آسيون بلاسيوس الذي دون ترجمة لابن عربي. فقمت وضعت الأمر هذا أمامي، يعني أخذت كل رواية وبدت أبحث في المصادر التي استندت عليها هذه الرواية. هذا الأمر كان بالنسبة لي مهم جدا، لأنه هذا هو المدخل فيما نسميه علم اجتماع الأدب لمعرفة المصادر التي اعتمد عليها هذا التخيل أو هذا التسريد يعني. وكذا لم أكن مشغول كثيرا بالسجالات التي دارت بين النقاد بأنه هل هناك رواية تاريخية أم ليست هناك رواية تاريخية، أو الحديث حول أنه متى تصبح الرواية تاريخية ومتى تصبح لا تاريخية، وكأنما الكتابة هي ليست من الأساس تاريخ. الكتابة يعني في كل أجناس وأشكالها هي شكل من الأشكال التأرخة، أي مسألة الإمساك بالزمن في لحظة ما، مش كده، للتعبير عنه وفق ما يريد أن يفعل الكاتب. فلم أنشغل كثير يعني بهذا السجال، رغم أنه كان مفيد. يعني نعرف أنه عبد الله علي إبراهيم مثلا في العراق مع سعيد يقطين، مش كده، كان الخلاف حولهم. عبد الله إبراهيم الناقد الكبير يقول أنه أنا لست مطمئنا جدا لتعبير الرواية التاريخية، فأستبدلها بتعبير بالتخييل التاريخي، مش كده. فيذهب سعيد يقطين يقول لا، أنا أقول أنه يمكن، يعني هذه السجالات في الأكاديمية مفهومة لا غبار عليها. ما يعني إيه اللي عمل الإشكال الرئيس؟ بان لي أنه في 3 مستويات صنعت السجال مبدأ، ثم بعد كده انبنت عليها الدراسات النقدية دكتورة منى فيما يتعلق بالروايات التاريخية. أولى مظاهر هذا السجال هذا النزوع للتجنيس، زي في نزعة كده قهرية في العلوم الإنسانية ظهرت، مع أنها بتلحظة قديمة في التاريخ الغربي يعني، لكن باتت عندنا نشطة جدا، نزعة التجنيس. لا بد لي أن أضع هذا الشيء تحت هذه القواعد لأتعامل معه. عمليات الفصل دي العلوم الإنسانية باتت لا تعترف بها، يعني ما فيش حدود بين السيسيولوجي والسيكولوجي والسياسة والفلسفة وكذا. فيبدو أن المشكلة الرئيس اللي خلاهم يعني يختلفوا مع بعضهم البعض هو صراع التجنيس، ماذا أسمي هذا؟ ثم افتعلوا مشكلة أكبر، تجاوزوا الزمن الثقافي للصراع الذي يريد أن يشتغلوا عليه، ليذهبوا إلى آخر القرن 19 يعني، فيأتوا بجرج زيدان ليقولوا نعم كان جرج زيدان أيضا يكتب رواية تاريخية، وسليم البستاني كان يكتب رواية تاريخية. فهنا في مشكلة بتاع منهج يبدو، واجهتهم مشكلة كيف يتعاملوا مع هذه الروايات التي بشكل أو بآخر أعادت بناء لحظات تاريخية أو أعادت بناء هويات شخصانية لبعض الأفراد داخل الجنس السردي. حينما تستلب ابن رشد جيلبرت سنوي عنده ابن رشد أو كاتب الشيطان آخر ما كتب يعني، أو يستلب شخص مثلا الجاحظ فيكتب رواية اسمها الحدقي أحمد فال الدين أفتكر وكذا، أو عندنا في السودان برضو يا أستاذ نزار مثلا حمور زيادة يذهب لي عشان كده سميته نقد يعني، لأنه الأمر نفسه فيه إشكال رئيس. طيب مشكلات التجنيس بشكل وظيفي مطلوب منها أنها تصف شيئا ما، مش كده، أي بمعنى أو معنى أو بآخر تستخدم آلية من آليات القياس لتحدد طبيعة هذا الشيء، مش كده. فماذا تفعل؟ تستخدم المقارنة، مش كده، المقارنة. هذه رواية ليس هناك حضورا تاريخيا، ليس للشخص ولا لحدث، لكن هذه رواية فيها حضور تاريخي لشخص أو حدث. المقارنة نعرف تمام في العلوم الإنسانية هي ليست إلا أداة للتصنيف، لا تستطيع أن تفعل شيئا آخر، تقف هنا يعني. فده مشكل بتاع تجنيس. المشكلة الآخر أنه أنا زي ما قلت قالوا خلاص كمان الأمر ده عنده جينولوجي، عنده تاريخ قديم عندنا. إيه التاريخ القديم بتاعكم؟ والله يا أخي سلسلة تاريخ الإسلام اللي كتبها جيرجيدية تسمى رواية تاريخية، المملوك الهارب أو الشارد، مش كده، العباسة، الأعمال دي يعني. المشكلة الأولى مشكلة التجنيس، استخدام آلية المقارنة والفصل بغرض يعني الوصول إلى تصنيف ما لهذا الجنس الأدبي.
المشكلة الآخرة التي واجهتهم أنهم لم يراعوا ما نسميه الزمن الثقافي، بمعنى أنه لا يمكن أنه حينما كان يكتب جورج زيدان في آخر القرن التاسع عشر كان مشغولا بشيء آخر، بخلاف أنه إما أن يستدعي شخصية أو يستدعي حدث مش كده تاريخي، أو كمان هناك حدث في الحاضر يريد أن يبني له سياقا ما في الماضي. في ثلاثة مستويات دي. لماذا تفعل ذلك يا جورج زيدان؟ أنا أفعل ذلك لأمارس دورا توجيهيا للذاكرة كما كان يقول. موضوع بسيط كان بالنسبة له، يعني ما كان دار كل التعقيد ده. أنه شعر بأنه تاريخ الإسلام يحتاج بأنه يبسط مش كده، ويكتب بلغة بسيطة في قصة عادية يعني. أزمة التجنيس ظهرت عندنا باكر جدا، لعل أساتذة الأدب يعرفون أنه جاءت لحظات ليكتب أحدنا أن هناك أدبا اجتماعيا، يعني وهل فيها هو سأقول لك أدبا بوليسيا مش عارف. التجنيسات دي كلها تجنيسات الآن خارج تاريخ المعرفة واقع الحال، لأنه لا يمكن أن أقول أنه مثلا أعمال نجيب محفوظ هي أدب اجتماعي. هو إذا كان الأزمنة والأمكنة والأحداث مش كده والشكل والوظيفة كمظاهر رئيسة مكونة للعمل ده، من أين تستقى؟ من أين تستند؟ على ماذا تستند؟ واقع الحال على الظاهر الاجتماعي. فهذا يعني نقول أنه كل شيء هو فعل اجتماعي، يعني حتى الأدب والرواية فعلية اجتماعية. فتسمية الرواية بالأدب الاجتماعي والأدب البوليسي مش كده والأدب والأدب العاطفي الرومانتيك وكده برضو، دي كلها أنا أفتكر أنه وجب الآن أنه يتم إعادة النظر فيها للتخلص منها، لأنها أول ما تفعل أنها تقضي على الوظيفة الأساسية للأدب. هذا أول ما تفعل بكونه تعبيرا أعلى مش كده، بكونه تعبيرا متحررا من القيد وكذا، يعني بكونه فاعلية اجتماعية لها شيء من الخلود والاستمرارية، ولها سياقات يمكن أن تنتقل حتى في أزمنة ثقافية أخرى. الذي يجعلنا نقرأ الآن مادام بوفاري لغوستاف لوبير، أو نقرأ مثلا لهوغو، ولا نقرأ رغم أنه هذه أيضا يمكن وصف بأنها شكل من أشكال التأرخة مش كده يعني. ففاعلية بهذه القوة في الأدب التعامل معها بهذه الطريقة مؤذية جدا، وبالتالي أنا كان دعوتي فيما كتبت بأنه يتم التخلص من هوس التجنيس لصالح معنى آخر يتعامل مع الرواية ومع الأدب باعتباره فاعلية اجتماعية، أي يؤدي وظيفة اجتماعية. وفي حال أدى وظيفة اجتماعية لن تكون بحاجة إلى التجنيس، لأنه يعني هل كان لي أن أقع على التحولات الاجتماعية الكبرى في مصر في الثلاثينات والأربعينات والأربعينيات دون أن أقف على الثلاثية المحفوظية؟ أعتقد لا. وعاين من هوس التجنيس يقول لك لا، الروايات التاريخية عند نجيب هي رادوبيس وكفاح طيبة مش كده طيب ما ده التاريخ الاجتماعي الرئيس الذي كشف عن التحولات المركزية في الظاهرة الاجتماعية المصرية والعربية أيضا، يعني في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي. هل حينما أقول أنه أمين معلوف، البعض يقول أمين معلوف يكتب الرواية التاريخية، سمرقند مثلا من يحضر في سمرقند؟ نظام الملك، عمر الخيام، حسن الصباح. برضو شيء تفتش كده، طيب هو أمين من وين جاب المصادر اللي بنى فيها؟ أعاد فيها مش تخيل. أنا لأنه أنا لا أعرف إيه المقصود بالتخيل يعني كذا، يعني المصادر اللي اعتمد عليها أمين ليكتب تاريخ أو السياق الاجتماعي اللي تحركت فيه الثلاث شخصيات دي. يعني نعرف مثلا أنه بيرنارد لويس يعد من أوائل الناس الذين اشتغلوا على موضوع الحشاشين ده مش كده، كتب كتابه الحشاشون. قبله صراحة أفتكر بارتول كتب ألموت الرواية، وهي كانت عن أنا أفعل ذلك لأحاول أن أجد السياق الذي جسر هذه الوقائع التاريخية لتصبح عندها كل هذه الحرية في الأدب.
ثم قارنت في المرحلة الثانية بين ما يفعله الأديب الروائي وما يفعله المؤرخ. وجدت أن ما يفعله المؤرخ هو ذاته ما يفعله الروائي، وما يفعله الروائي هو ذاته ما يفعله المؤرخ. ببساطة بعض الأكاديميين يعترضوا يقولوا لا تحاكم الرواية باعتبارها حقيقة تاريخية. طبعا يعني أنا آسف، هذا غير ممكن، هذا غير ممكن حتى وإن كان صحيحا، هذا غير ممكن يعني لا يستقيم في التحليل. ماذا يفعل المؤرخ؟ واقع الحال المؤرخ سارد عظيم يعني سارد يعني روائي بهذا المعنى، يعني لأنه واقع الحال هو ابن لحاضنة قيمية ما، لزمن ثقافي محدد، لوعي جمعي حاكم، مش كده؟ وبالتالي لا يستطيع أن يكتب خارج هذه السلطة. أنا مرة سمعت يوسف زيدان في محاضرة كده عن صلاح الدين الأيوبي، يعني قال صلاح الدين الأيوبي ده دخل الفاطميين لم يترك طفلا ولا شيخا ولا كتل الجماعة كلهم، حتى الأطفال قتلهم صبرا يعني وكده. وده مش عارف ده من وين يا دكتور يوسف؟ قال ابن الأثير في الكاملي. طبعا إن لم تدرس السياق الذي أنتج فيه نص الكامل لابن الأثير لن تعرف إلى أي مدى هذه حقيقة تاريخية، أو إيه الوظيفة الاجتماعية التي لعبتها حينما دونت في هذا الكتاب. يعني الناس دارسي التاريخ يعرفوا أنه كان الصراع محتدا بين الزنكيين والأيوبيين وكذا، وبالتالي يعني انفصل صلاح بمصر لوحده كده، وبالتالي كان لابد من قنامة إعلامية يعني تهاجمه كما نفعل الآن يعني مش كده. فاختير ابن الأثير ليكتب في الكامل أنه فعل كذا وكذا وكذا، بس هذه سياقات الرواية. أن تسكت، أن تعيد توجيه المعنى، أن تبني الفضاء الذي تريد أن تقول فيه شيئا ما. فعمل ابن الأثير لا يختلف عن عمل الراوي الذي يعني أيضا يسكت ويفصح ويعزز، مش كده؟ حتى أن مسكوي عنده عبارة عظيمة دقيقة، سألوا أبي الحسن العامري ماذا تفعل تكتب تاريخ الأمم، الكتاب بتاع التاريخ بتاعه، قال والله يا سيدي يعني أحاديث ألفقها، مش كده، وأقوال أنمقها، شغلي يا سيدي يعني شغلي، أنا أفعل ذلك بالله. يعني ما أريد أن أقول أنه هذه الحدود المتوهمة بين النص التاريخي وبين التاريخ الموظف داخل الرواية هي حدود وهمية إلى حد كبير، مما يجعل حتى الرواية نفسها هي تاريخ ما. لذلك لوكاتش وغيرهم كانوا يقولوا أنه أو فيخت وكذا أنه والله الرواية هي تاريخ المنسي، والتاريخ هو التاريخ المحكي، مش كده؟ مقولاتنا حينما ظهرت مدارس الاشتراكية في الأدب يعني وكذا. أو ماركيز يقول أنه ما سكت عنه الديكتاتور أقوله أنا يعني وكذا. فواضح أنه هذه تأرخة، هذه ممارسة للتاريخ لا يمكن أن تتجاوزها يعني وتقول أنها ليست دقيقة. أنا ما حتكلم كثير عشان ندي الناس فرصة، أنت عارف أنا سرسار، أنت بتعرفيني ما أتكلم. النماذج التي وقفت عليها كشفت لي إلى أي درجة كبيرة أنه هذا الزعم الذي أقوده صحيح حقيقة. هذا على حتى على الرواية الغربية والروايات العربية شعرت بأنه اطمأنت شيئا ما، أنه نعم ممكن وكذا. عندنا رواية فازت بنجيب محفوظ اللي هي شوق الدرويش الحمور زياد، وافتكر ناس كثيرين قرأوا هذه الرواية. طبعا إذا سألت أنت ما تسأل الراوي خليه يعني، إذا سألت النقاد يقول لك لا هذه ده تخيل خيال يعني، تخيل لحظة ما، هو استدعى لحظة ما من التاريخ ثم أعاد، مش كده، أعاد صناعة، أعاد تسييقة، بمعنى أنا بنى لها مسارات. ويعني واقع الحال أنه حينما تستدعي لحظة تاريخية ما، السؤال المركزي هنا هل هي تستدعى معزولة عن السياق الذي صنع ويعني وركب فيها المعنى العام، ولا أنت بتستدعيها
لتعيد تركيب معاني أخرى على نفس الحدث التاريخي. مؤسسية في سودان السادس عشر والخامس عشر والسابع عشر، مثير لذلك ببخيت منديل الذي عانى في تاريخه اللي عاش فيه ده عمليات الرق وكذا. بالنسبة لي أنا بخيت منديل هو الأمثول المخيلة في الرواية لتاريخ مؤسسة الرق في سودان للقرن الخامس والسادس عشر والسابع عشر. لا تستطيع أن تقفز وإن أعدت يعني توجيه هذه الأحداث بحيث أنك تقول لا أنا يعني أتخيلت أن في شخص اسمه بخيت اعتمدوا عليها. وجدت جيرجي كتب أسير المتمهدي في آخر القرن التاسع عشر. وجدت جي اف لندن في 1896 كتب فاتنة المهدي. فوضعتهم مع بعض كده، طيب ده خيال الراوي حول المهدية وتاريخها. ايه المقابل اللي هو ده انعكاس له، واحنا نسميه روايات تاريخية، يعني هو الذي تغذت عليه هذه الأعمال. فروحت ذهبت لقيت انه في كتاب شارل نيوفيلد 12 سنة في سجن الخلية في أمدرمان، السيف والنار، روزجوليني، كتب كثيرة كده. الكتب دي أرخت بزعمها للحظة المهدية في السودان، واختارت أن تكتب شيء وتسكت عن شيء. يعني ما فيش حاجة بدون مزاعم. يعني أنا ما بتخيل أنه المؤرخ ده وكأنما فطر كده يعني لا إرادة له في الحركة، مش ممكن طبعا. هو فاعل اجتماعي وبالتالي خاضع لشروط المجتمع الذي يعيش فيه. الراوي كذلك خاضع للشرط الاجتماعي الذي يعيش فيه. أنا ممكن ألخص النقاط. والله عندي كويس. طيب من الأعمال الأخرى برضو، يعني لا بس في نفس النقطة دي، أنه طيب هل الرواية التي كتبت عن تاريخ المهدية يمكن تخليصة من أنها أعادت كتابة تاريخ المهدية؟ لا يمكن تخليصة، لأنها أيضا وقعت في نفس المتاعب للمصادر التي اعتمدت عليها. مش كده؟ من العنوان يا سيدي قام سماه أسير المتمهدي، ما خلاص الإنكار واضح في العنوان، يعني ده مش مهدي يا سيدي. الأسير أهم من الشخص. مش كده؟ سماه أسير، جرجي سماه كده أسير المتمهدي. فده موقف الراوي، مش موقف الراوي بأنه ما فيش مهدية. هذا موقف تاريخي يمكن أن يعد، ليس موقفا أدبيا مبرئا بمعنى أنه جمالي ويعني لا يحاكم. ولا مش ممكن، لا مش ممكن. يحاكم لأنه موقف. مش كده؟ وحينما يختار جيف لندن فاتنة المهدي يعني يخيل لك أنا لوف ستوري كده، لكن هو عايز لما تقرأ النص الصورة اللي تكلم عنها إدوار سعيد بتاعت البازار في الشرق كده، مش كده، أنه البوهيمية والتوحش والمسوش وكده. مش إدوار قاعد وقت طويل يشرح صورة العربي أو صورة الشرق في الغرب، مش كده، فهي في هذا الاتجاه يمكن وضعها في الاستشراق ده لتفهم أنه شخص متوحش سافك للدماء قاتل عنده عشرات النساء وكمان يعمل ايه، يختطف النساء. هذا لا يمكن ان يكون الا موقفا تاريخيا من حدث تاريخي، وبالتالي ليس انا ما بسمح له انه يتخفى تحت ما يسمى بالتخيل التاريخي. يعني ما بسمح له، بقول له ده في النهايه موقف تاريخي، وده بيضرب فكره انه الروايه ليست تاريخ. ليس صحيح، ليس هناك شيء ليس بتاريخ. يعني كل ظاهره اجتماعيه نفهم منها بانها تاريخ وكذا. القضايا التي انشغلت عليها أكثر أيضا في موضوع نقد الرواية التاريخية، طيب إذا وصلنا إلى نتيجة أنه ليس بالإمكان أن نسمي شيئا ما بأنه شيء تاريخي، مش ممكن، لا وجود لما يسمى بالرواية التاريخية، ده تقدير يعني. إذا خلاص اتفقنا يعني ليه؟ لأنها تقول لي لا في، ليه في؟ لأنها كتبت عن شخصية تاريخية مثلا، استدعت لحظة، مش كده، بنت لحظة في الحاضر جسرتها بالماضي، هل هذا فقط يجعل رواية تاريخية؟ طبعا هذا لا يجعل رواية تاريخية. الأدق أنه ده منظور جمالي
لحادث تاريخي، لكن هذا المنظور منظور مفاهيمي مفهومي، يعني محكوم بسياق معرفي محدد، وبالتالي له موقف ما من هذا السياق، وبالتالي هو مؤرخ أيضا. طالما عنده موقف ما من السياق فبالتالي هو مؤرخ بهذا المعنى. طيب لا في رواية تاريخية ليه؟ لأنه مش كل ما ذكرناه مثلا عن ابن عربي في موت صغير فعل ابن عربي. حد ممكن يقول لي كده الحدود، يقول لي أنه إيه الحدود ذكرت الدكتور أمونة؟ هو أنت قال لك أنه أسيون بلاسيوس لما استدعى ابن عربي كان ملما بكل الحدود التي تحرك فيها ابن عربي، يعني هو برضو أسيون بلاسيوس اختار أن يقول واختار أن يسكت، مش كده؟ نفس العملية، ما فيش فرق، ما فيش فرق يعني واحدة. حتى الحدقة بتاعت الجاحظ، وأنا من الناس المشغولين بالجاحظ وكذا، الفرنسيين المؤرخ المستشرقين اللي كتبوا سيرة الجاحظ أيضا اختاروا أن اختاروا جاحظ يخصهم من جاحظ كبير، وبالتالي الرواية يختار ابن عربي يخصه من ابن عربي كبير، وهذا أيضا موقف تاريخي أيا كانت اللغة اللي هي مكتوبة. مثلا الأمر ده ينطبق على كل أجناس الإبداعية، حتى الشعر. أنا أفتكر أنه مش الرواية بس، يعني أي عملية من عمليات الله، لأنه إحنا ضلينا لفترة طويلة جدا نعتقد أنه الأدب ده وكأنما يتخلق خارج الظاهرة الاجتماعية. عندنا توهم يعني أنه هو ما فيش حاجة خارج المجتمع أصلا، يعني واقع الحال يعني ظل بأسباب عندها علاقة بتاريخ الأدب في الثقافة العربية، أنه ما يمكن تسميته بالطبقية المعرفية أو الطريقة التي دون بها الأدب العربي اعتمد على مفهوم الطبقة، بمعنى أنه وضع منتجين المعارف الجمالية في طبقات بعينها، مش كده؟ حتى لما انظهر مثلا حتى تعبير الطبقات نفسه تسرب إلى كتب التراث، طبقات كده وطبقات كده. فلأن الأمر جاء من هناك معزول عن سياق الاجتماع الذي أنتجه، وظننا أن الشاعر حينما يكتب قصيدة ما إنما يخيل له هذه القصيدة في فضاء يعيش فيه وحده، وننسى أن هذا الفضاء لم يستطع الشاعر أن يستثمر فيه دون أن يكون هناك تراكما اجتماعيا ما صنع هذا الخيال، ثم سمح لفلان بأن ينطق به. ما فيش حاجة إحنا نقول ما في حد عنده معرفة بتخصه أصلا واقع الحال، يعني كلنا يعني المعارف لا تخصنا، قد نكون ناطقين بالمعرفة بشكل أو بآخر، عندنا قدرة على الناطقية عليها، لكن المعارف يعني تنشأ وتتخمر داخل ظواهر الاجتماعية، داخل بناها الاجتماعي، وبالتالي التعبير عنها لا يمكن أن يعزل عن محاولتك لدراسة وتتبع تطور المعارف الاجتماعية التي صنعت رواية. حد يقول لك والله الرواية جنس جديد في الثقافة العربية، مش كده؟ في مقولات زي دي يقول لك ما كان عندنا، أو القصة القصيرة ما فيش إلا المقامات، مش كده؟ يقول لك لا المقامات ممكن. الطريقة دي المنهج ده منهج أنا بسميه منهج فاسد. أولا في تحليل الخطاب، إذا الظاهرة الغربية أو المجتمعات الغربية أو أي مجتمع في الكون ده أنتج يعني خلينا نسميها كون بشكل أو بآخر أو مدرس بشكل أو بآخر قنوات الخطاب بتاعته، ثم اختار لها قوالب ما وأسس هذه القوالب وكتب فيها ما يريد أن يقول، فهل يصبح القالب هذا الذي تأسس في فضاء آخر حاملا لمحتوى آخر إذا ما عزل هذا المحتوى، فهل يصبح هذا القالب ابن المكان الذي قدم منه ولا خاضع للمحتوى الذي بات يشكله؟ فما فيش حاجة اسمها الرواية جديدة على الثقافة العربية، هذا القالب لا يكتسب صفته إلا بالمحتوى الذي يدبر ويعيد تفكيكه وتفسيره وقوله، وبالتالي ده برضو مشاكل في الذهن، يعني أنه هذا الأمر جديد مش لا غير صحيح، يعني وده زعم ممكن الناس تختلف معي يعني فيه وكده، لأنه الآن الناس اللي بتدرس مثلا حتى في الاتصال ولا نظريات زي ريجيز دوبري مثلا في فرنسا
ريجيس دوبري عمل الميديولوجيك، وهي برضو محاولة لإعادة قراءة العلائق والقرائن بين المحتوى والحامل، ودي نظرية ريجيس دوبري، أنه هل يمارس الحامل تأثيرا على المحتوى أم المحتوى هو الذي يحدد هوية الحامل. الحامل ده يمكن أن يكون كتابا، يمكن أن يكون حائطا للرسم، يمكن أن يكون جسدا للوشم، أي شيء يعني. فالآن في اشتغالات جيدة فيما يتعلق بموضوع الشيء الأخير عشان يعني أقول خلاصات. يعني أولا أنا في تقديري الأدب أخطر من أن يترك للدرس الأكاديمي. ثاني حقول يعني الأدب لابد أن يتحول إلى الآن في التعليم. بالمناسبة أنا شفت تجربة مثلا عند الفرنسيين أنه هناك مش محفوظات من نصوص أدبية، لا أبعد من ذلك، أنه يطلب من الطالب وإن كان صغيرا بأن يمثل لقضية ما بنص أدبي عن هوغو عن فلوبير عن ألكساندر عند أي حد. فيبدو أنه إحنا زي محتاجين أنه يعني نسرب هذه الفعالية بتاعت الأدب إلى جميع أنشطتنا المعرفية باختلاف أشكال. هذا واحد. ثانيا أنه مقولة الرواية التاريخية مغلقة ودائرية وتغفل عن طبائع المعرفة الاجتماعية، وبالتالي دعوتي أن نتخلص من التجنيس الذي لا يريد إلا أن يفضي إلى التصنيف ثم يتوقفنا. دي النقطة الثانية اللي أنا عاوز أقول. النقطة الثالثة أنه أو الخلاصة ممكن يعني أنه كثير من الأعمال الآن من الروايات اللي موجودة الآن، وقد يكون هذا الرأي يعني فيه شوية حدة يعني، هو مهموم أكثر بالتكنيكس أي بالتقنية على حساب نقول أنه هذا مؤدب يعني، وكأنه يحمل حاضنة قيمية ويذهب يختار فلان وفلان وفلان وملكون والباقين. حتى في التعبير الدارج يعني إذا شخص خرج عن المعنى العام فده قليل أدب يعني، مش كده يعني بهذا المعنى. أنا والله شاكر إنصاتكم صراحة. أنا كل الذي كنت أريد أن أقوله أشرككم معايا في هذه الهموم وكذا، وأتمنى أنه لما أكون يعني ثقيلا عليكم. شكرا، شكرا لكم. شكرا جزيلا لك الأستاذ غسان على هذه الفرصة وعلى هذا الوقت. كنت ملتزما بالوقت بالمناسبة، يعني لم أضطر إلى أن أنبه إطلاقا. الجميل في الموضوع أن غسان وأنا لم نكن تحدثنا عن محتوى ورقته من قبل، وبينما أحضر لهذه الجلسة وضعت مجموعة تساؤلات كنت أحاول أن أكتشف ما إذا كان سيتطرق إليها، لكن اكتشفت أنه بالفعل يعني جاء على إجابات لكل هذه التساؤلات، والأكثر من ذلك أنه أثار أيضا الكثير من النقاط التي قد تفتح بابا واسعا للنقاش. دعونا فقط هكذا نسترجع ما قاله الأستاذ غسان في 40 دقيقة على وجه السرعة. تحدث عن فعالية دور الأدب وعن الرواية التاريخية اصطلاحا، وأنه كيف كتب التاريخ بالأساس قبل أن تكتب الرواية التي تناولت التاريخ. قال أن التاريخ حالة سردية، وأن التاريخ العربي ليس تاريخ للأفكار ولكنه تاريخ للأعلام والأحداث والشخصيات، وكيف أثر غياب تاريخ الأفكار على كتابة الرواية التاريخية، وأن انتقال أو أن المشاكل الزمن الثقافي. تحدث عن المقارنة بين ما يفعله الروائي وما يفعله المؤرخ، وأيضا بدا مثيرا المطابقة بين ما يفعله الاثنان، حتى أنه قال أن الفاصل أو أن الفرق بينهما فرق وهمي. هذه أتوقع أنها أيضا ستثير كثير من التساؤلات. يتحدث أنه لا وجود لرواية تاريخية، وإنما هناك منظور جمالي لموقف ما أو حدث ما، وأن الأدب أخطر من أن يترك للدرس الأكاديمي. الرواية التاريخية أو كمصطلح رواية تاريخية هي يعني عملية أو أنها دائرة مغلقة لا تفضي إلى شيء، وأنه لا بد من التخلص من التجنيس حتى نتخلص من التصنيف. هذه نقاط جدا مهمة ومثيرة دكتور غسان. أنا أود أولا أن نفتح المجال للحضور الكريم لمن أراد أن يطرح تساؤلاته للأستاذ غسان حول ما طرح، وإذا كانت هناك أيضا من إضافات فنرحب بكل تساؤلاتكم. طيب الأستاذ عبد الرزاق محمود. الأستاذ عبد الرزاق ربيعي.
شكرا للأستاذ غسان علي عثمان على هذه المحاضرة القيمة، وشكرا للنادي الثقافي ولمركز السلطان قابوس هذه الاستضافة. اشتقنا للأستاذ غسان ووفر لنا فرصة لقائه بعد 4 سنوات من الزيارة الأولى لمسقط. وأنت كنت تتكلم كنت أنظر إلى الشاشة، صورتك تبدو أجمل في على الشاشة، وهكذا الرواية التاريخية هي أرقى من التاريخ. لماذا؟ لأن يدخل عنصر الخيال على المتن التاريخي، لكن الرواية التاريخية تستند على جدار هش هو التاريخ، لأن التاريخ بالأساس يعني علامات استفهام كثيرة، ونحن نعرف هو أيضا كتابة، لكونه هو أيضا كتابة، هو يعني لا يوجد هناك ما يؤكد أنه هي حقائق يعني مطلقة، وإنما هو أيضا نص مكتوب، ويأتي الروائي ويكتب على كتابة، يعني فتكون العملية أبعد بكثير يعني عن الواقع، لكن ربما ليعطيها بعدا تشويقيا عندما يقول أن هذا هو التاريخ وهذا هو، وهو يكتب من يدخل الخيال، طبعا التخيل فعنصر أساسي من كتابة الرواية التاريخية. لكن سؤالي هو، ألا ترى أن هذه الهشاشة أعطت الرواية التاريخية صلابة؟ هذه استغلها الكاتب، استغلها هشاشة التاريخ، الكاتب الذي يكتب الرواية التاريخية ليجعل يعني متنه أكثر صلابة، لأنه هو لم يستند على وقائع ثابتة ومحددة، وإنما هو استند على كما قلت على جدار هش. فهذا هو سؤالي. شكرا لك أستاذ عبد الرزاق. أنا أتصور أنه أستاذ غسان من الجيد أن نأخذ مجموعة من الاستفسارات ثم بعد ذلك نترك المجال لك الإجابة عليها. الأستاذ يوسف الحبوب، كأنك تراجعت للدكتورة، لم تتراجع؟ لأني فقط أردت أن أحفظ حقك، لأنك كنت ترفع يدك عندما رفع الأستاذ عبد الرزاق. الأستاذ يوسف الحبوب، سأعود لك أستاذي، أستاذ يوسف الحبوب بس لو سمحتوا. داود تفضل، أستاذ تفضل، بما أن المايك عندك تفضل أستاذي، تفضل بس الاسم الكريم. أنا اسمي صادق حسن اللواتي. حياك الله. أولا شكرا دكتور على هذا العرض، وسعدنا بلقائك، وأنا هذا أول مرة أنا ألتقي معك، وإن كان عندي كتابك موجود عندي مشتري أنا من معرض الكتاب. طبعا بالنسبة للرواية عن منهجية المحدثين سواء كانوا المعاصرين مثل أحمد شاكر أو الشيخ الألباني، وأيضا في نفس الوقت أنه أنت يعني قفزت قفزة كبيرة عن هؤلاء الأشخاص اللي نقول أنهم المعاصرين الآن، ناهيك عن المحدثين القدامى مثل الطبري. الطبري طبعا يعني كما هو لما أنت تشوف كتابه الأمم والملوك زين، فأنا أقول أنه هذا الكتاب ولد مدرسة الكذابين، وهو أخذ من حوالي يعني هو عنده الآن 1999 رواية، في 209 روايات فقط صحيحة. الآن هل أنا سؤالي هو أنه هذه المناهج التي يعني إحنا الآن يعني أنت تصور أنه هذه الروايات تدرس في الجامعات وتدرس في هذه، وأحيانا تولد يعني حالات تشنجات طائفية بشكل أو بآخر، فهل أنت تنادي لمنهجية كتابة تاريخ من جديد بعيد عن هذه المناهج؟ لأن هذه هناك المناهج التي اعتمدوا عليها
سواء من حيث المتن أو السند أو من حيث التطابق. سواء حتى الجماعة اللي هم كانوا مثلا المؤرخين أو الكتاب الأحاديث، وانت رايح من ذهبي وابن مسعود وانت طالع فوق، فهؤلاء كلهم كان عندهم طريقة الحفظ والنقل، قال فلان وقال فلان، لأن هذه منهجيتهم. وإن كان هناك في مسألة الرواية مناهج كثيرة وأسس كثيرة من حيث التطابق الزمني أو من حيث التطابق النص، من حيث السند أو من حيث المتن، وأحيانا بعض مثل الأخباريين، يعني الآن يعتبر مثلا شيخ ابن تيمية يعتبر من الأخباريين، يعني هو في بعض الحوادث التاريخية موجودة عنده هو ما يصححها، وهذه نفس الحادثة التاريخية. نعم، يعني أعتقد أنه السؤال ربما قد يكون واضح، فقط أنه حتى نختصر. تمام، بس على أساس ما أطول وأعطي المجال للآخرين. فهل أنت تنادي إلى منهجية جديدة في كتابة التاريخ أم أنه في شيء آخر؟ شكرا لك أستاذ صادق. سؤال، إذا كان هناك سؤال آخر. طيب نعطي الدكتورة عزيزة ثم نعود للأمام. بس نحاول نختصر دكتور عزيزة، لأنه يبدو هناك أيادي كثيرة مرفوعة، نريد أن نعطي أكبر قدر ممكن من المتداخلين الفرصة. تفضلي دكتور عزيزة. الصوت ما واضح دكتور عزيزة. شكرا دكتور غسان على هذه المحاضرة التي فتحت لنا أبواب يعني ونوافذ وأشرع حول الرواية التاريخية. لا نستطيع، يعني هناك خط متوازي بين الرواية التاريخية، بين التاريخ وبين الرواية. لماذا؟ لأن التاريخ هو أحداث نقلها لنا المؤرخون، وربما كان بعضها حقيقي وبعضها طبعا غير حقيقي. أما بالنسبة للرواية فهو فيها نوع من الإيهام، هذا الإيهام يوجه للمتلقي بأن ما يقوله هذا الروائي هو الحقيقة، ولكن في الحقيقة هي ليست حقيقة، وإنما الروائي يعكس رؤيته حيال الأحداث التاريخية، ثانيا بلغة فنية وليست بلغة تقريرية. يعني التاريخ لغته تقريرية، بينما الرواية فهي لغتها أدبية فنية تتماشى مع يعني البنية الروائية، أو كذلك تتماشى مع السرد الروائي، كذلك الأحداث. يعني كثيرا ما نقرأ روايات تاريخية، كثيرا ما نقرأ روايات تاريخية، ولكن هذه الروايات التاريخية أحداثها صنعها الروائي نفسه، ولذلك من هنا تأتي براعة الروائي الذي يستطيع أن يحقق هذه الفنيات الثلاث: اللغة، الإيهام للمتلقي، وتخيلات الأحداث، ويتركنا بعد ذلك أين الحقيقة، أين التخيل، وأين المرجعي. يعني نكون نحن نتساءل، يتركنا في تساؤل حيال هذا كله. النقطة الأخيرة التي فقط أنا أردت أني أنا أضيفها، هل سريعا دكتور عزيز. نعم، هل الروائي له الحق في أن مثلا نقول ربما يزور التاريخ أو يتخيل التاريخ أو يصحح التاريخ كذلك؟ نعم، من حقه أن يقول لنا في من خلال، أنا من وجهة نظري طبعا، من خلال السرد الذي يقوله، لأنه ربما
في هناك حقائق لدى القارئ هي مغيبة، ولكن بمخيلة الروائي هو يستطيع أن يقنعنا أو أن يميز بين ما يجب أن يعني أن نستند عليه كحقيقة وما علينا أن نستند عليه كمتخيل. هناك رأي كذلك وهو رأي أخير، طبعا فقط رأي أخير، لأن كثير من من الكتاب العماني يعني كثيرين لدينا في عمان يكتبون الرواية التاريخية، وهناك البعض يقول لماذا الروائي العماني يستند على الرواية التاريخية؟ نعم، نستند على الرواية التاريخية لأن التاريخ العماني مليء بالأحداث ومليء بالوقائع ومليء كذلك بالحروب. هذه الحروب بعضها قبلية، بعضها حروب حول صراع الحكم، بعضها ولدينا كذلك يعني تحولات في الحكم العماني، ولذلك نجد بأن هناك شغف للكاتب العماني أو الروائي العماني خوض الكتابة التاريخية لتحقيق الثلاث فنيات. شكرا دكتورة عزيزة، التي ذكرتها، وشكرا دكتورة، وشكرا شكرا جزيلا لك. الأستاذ الذي يجلس أمام الكاميرا، بعدين ننتقل لدكتور سليم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للنادي الثقافي، وأشكرك أستاذ غسان على المحاضرة الماتعة. سؤالين أنا بسأل. الأستاذ الكريم، الاسم الكريم عفوا، أنس العاقب. السؤال الأول كان عن دور الرواية التاريخية في الأدب الغربي وتأثيره على الرواية التاريخية في الأدب العربي، وهل بالعكس صحيح ألف ليلة وليلة كمثال على الدين والمصباح السحري وعلي بابا. السؤال الثاني، ظهور المدارس الأدبية والنقدية الحديثة زي المدارس الرمزية والكلاسيكية والرومانسية والواقعية، لو تكلمنا بصورة أو بأخرى عن رواد الرواية التاريخية في الأدب العربي، الجارم، أحمد شوقي، البستاني وغيرهم، هل بصورة أو بأخرى أثرت هذه المدارس في الرواية التاريخية في النسق وفي الحقائق التاريخية وكذا؟ شكرا. شكرا لك أستاذ أنس. الدكتور سليم، الدكتور سليم خلف الأستاذ عبد الرزاق. شكرا دكتورة على هذه الإدارة الجميلة للمحاضرة. شكرا أستاذ غسان، شكرا للنادي الثقافي، أيضا شكر موصول أيضا للحضور الكريم. طبعا نحن الآن هنا لسنا في موقع خلاف بين ما هو مؤرخ أو المؤرخ والراوي، ولعلي اختصارا للوقت فقط أشير إلى ما ذكره أستاذ غسان يتعلق بحادثة الباطنية وإشارة جرجي زيدان لها، الذي نقل عن ابن الأثير كما ذكرت، أليس كذلك؟ أعتقد هذا ما ذكرته. النقطة هنا هي ليست مشكلة المؤرخ بحد ذاته في نقله للأحداث، إنما استخدام الأدوات في الرواية أو في الرواية التاريخية تحديدا. ما يستخدمه المؤرخ هنا يختلف تماما عما يستخدمه الراوي. الراوي عفوا كما ذكرت سغسان له تجليات معينة، استدعاءات معينة لصناعة الحدث. أما المؤرخ في هذا الجانب هو يحتاج إلى إعمال بعض الأدوات للحادثة التاريخية. ولعلي أعطي مثال هنا في هذا المقام إذا كان الوقت يتسع أستاذة منى. سريعا الله يخليك. نعم، ما ذكره مثلا أبو العباس السفاح عندما أرسل رسالة إلى أبو مسلم الخراساني بقوله وإن استطعت أن لا تجعل بها لسانا عربي فافعل. هذه وردت على مذكورة طبعا في كتب التاريخ. عندما يتم نقد هذه الرواية نقدا داخليا ونقدا خارجيا من قبل المؤرخ الذي عنده أدوات سوف يفندها تماما، يعني لذلك أدوات المؤرخ هنا تختلف تماما عن أدوات الراوي. ولا يمكن أن مثلا ما حدث في الماضي مثلا كما ذكر بعض الأخوة فيما يتعلق بالطبري مثلا وابن الأثير وغيرهم أو ابن مسعود الذي مثلا يقول وسمعت ما شبه ذلك، هذه الأدوات في الوقت الحالي تغيرت. لذلك أدوات المؤرخ تحتوي عن تختلف تماما، والواقعية هي التي ما يبحث عنها المؤرخ. شكرا لك دكتور سليم. أظن دكتور نبهان.
كنت شريفة. فقط أنا أريد كذا استطلاع، كم شخص يرغب في طرح سؤال؟ نشوف كم يد ممكن ترفع، لأنه حتى نقدر الوقت الذي ممكن أن يتاح للنقاش. دكتور رمان تفضل. يعني يبدو أن الدكتور غسان اليوم أثار كثير من التساؤلات. تفضل دكتور نبهان. أوكي. أو الدكتور زكريا، ما دامنا نعود بعد ذلك إليك دكتور نبهان. تفضل دكتور زكريا. شكرا دكتورة. النقطة الأولى أستاذ غسان، تفضلت بنقد التاريخ العربي وقلت بأنه لم يكن تاريخ أفكار. أتصور أن هيجل في كتابه تاريخ العقل قال بأنه المؤرخ يؤرخ للأحداث، والفيلسوف هو من يؤرخ للأفكار، لذلك هذه ليست منقصة في التاريخ العربي. النقطة الأخرى، يعني كأني شعرت بأن هناك في نوع من الانتقاص من الأكاديمية. يعني أنا آتي من مؤسسة أكاديمية وانظر إلى أنه الأكاديمية هي في الحقيقة هي سادن المعرفة. بالتأكيد أن المجتمع ربما يشهد تحولات أكبر، ولكن نحتاج إلى مؤسسة تحفظ هذه المعرفة لكي يكون التحول تدريجيا وتراكميا. السؤال الذي أتوجه إليك به مباشرة هو، هل يستفيد القارئ من قراءة الرواية التاريخية يعني بصورة أفضل من قراءته للتاريخ في مصادره المعرفية، أم هناك ستكون نتائج إشكالية أكبر؟ شكرا جزيلا. شكرا لك دكتور زكريا. دكتور نبهان داود. شكرا حقيقة، نجدد يعني الترحيب بك. يعني باختصار، في أحد المرات اتهم أحد الرواة بأنه شوه القضية التاريخية في روايته، ثم ظهر ليدافع عن نفسه فذكر بأنه قرأ الكثير من الكتب حول الحادثة التاريخية والتقى بناس متخصصين يعني حتى يكتب في خط تاريخي واضح. لكن حقيقة المفارقة، ونقول هل هكذا تكتب يعني الرواية؟ أليست هي عمل إبداعي؟ هو كان يشرح الموقف وكأنه يكتب بحثا علميا بنفس التقاليد الأكاديمية المعروفة. هل تكتب يعني الرواية كعمل إبداعي بهذه الطريقة؟ أيضا هذه حقيقة يعني نقطة جديرة بالحديث. شكرا. شكرا لك دكتور نبهان. شريفة توبي. زعل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتورة منى، شكرا أستاذ غسان. ربما أنا أكون ضد مسمى الرواية التاريخية لعلامة استفهام عليها، لأن غالبا بأن المؤرخ يختلف في كتابته وقواعده ومنهجه وشروطه عن الراوي. الشيء الآخر، المؤرخ حينما يكتب يعني يكتب التاريخ من المؤرخ، أنا من أعتقد يعني من الناس الذين يثقون بما يكتبه الروائي أكثر مما يكتبه المؤرخ، رغم ما قلته في البداية بأني ضد مسمى الرواية التاريخية. الشيء الآخر، يعني نسبة المصداقية تكون يعني أكثر في الرواية التاريخية. هذا نسيت النقطة الثانية. شكرا لكم. شكرا شريف. يعني استاذ يوسف الحبوب، يعني لأن في كل مرة أنا أراك قد أنزلت يدك فأتجاوز الموضوع. طيب حتى ما يزعل علينا استاذ يوسف، تفضل. السلام عليكم جميعا. أنا في البداية أريد أن أثبت تاريخيا أنه الشعب السوداني اليوم حزين لوفاة مفكر وشاعر ومناضل كبير اسمه كمال جزولي، رحمة الله عليه. فرحمة الله عليه، توفى صباح هذا اليوم، وأعتقد كثيرين يعرف عنه. فأزيح الأحزان وأتحدث عن يعني نقطتين، يعني أو نقطة واحدة متفرعة لشيئين. من كتب تاريخنا إحنا؟ من هم؟ وما هي الأدوات التي استخدموها لكتابة هذا التاريخ؟ وما هي الأحداث؟ وهل هي أحداث قصدية لتدوينها تاريخيا وترك بعضها؟
ده في جانب. في الجانب الآخر الرواية التاريخية، تحدث أستاذ غسان عن الجماليات، فأي جماليات في تاريخ كئيب كهذا التاريخ الذي نتحدث عنه حقيقة؟ هل يعني بريشة رسام تشكيلي وكذا نلون التاريخ ويعني وفق ما نهوى أم ماذا؟ يعني الواحد حقيقة في حالة من يعني من عدم وجود ثوابت يمكن أن نستند عليها لأخذ رأي واضح في مسألة الرواية التاريخية وكتابة التاريخ، ومن هم كتاب هذا التاريخ، ومن كتاب حتى الرواية نفسها، وما الفائدة التي نجنيها الآن من رواية تاريخية فيها قد يكون فيها جماليات أو مخيلة خصبة لشخص بارع في الخيال؟ هذه تساؤلات أنا أضعها شكراً أمامكم جميعاً. شكراً وأمام لك. شكراً لك أستاذ شكراً. يوسف الأستاذ. شكراً جزيلاً. شكراً أستاذ غسان. شكراً دكتورة نزار جحفر مبارك. الاسم الكريم نزار صار. نزار جحفر مبارك. أنا مدخلي بس فقط أثناء السرد الماتع للأستاذ غسان عن نقد الرواية التاريخية، كنت أستحضر رواية عبد العزيز بركة ساكت مسيح دارفور. هذه الرواية التي كنت أقرأها في رحلة من مسقط إلى عمان، وكدت أن أتغير وأنا أقرأ فصول هذه الرواية من فظايع الحرب التي كانت تدور في دارفور، وكنت أستغرب كيف استحضر الراوي الذي هو ليس بابن من أبن المنطقة كل هذا الفظايع. وكنت أعتقد أن هذه نوع من الـ 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 الرواية الأكذوبة عن هذا الواقع، حتى عشته واقعا في الحرب الآن التي تدور رحاها في الخرطوم. فسؤالي يعني عندما نتحدث عن نقد الرواية التاريخية ونعتقد أن ليس هناك عنصر لهذا، أليس نحن نقع الآن في فخ المصطلح الذي يكبدنا كثيرا في إشكاليات ثقافية في حياتنا، أنه نحن نقسم الرواية إلى هذه التقاسيم وهذه المصطلحات وندخل في هذه الخلافات الفكرية حولها؟ وشكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ نزار. أعتقد أن داود، هل هي آخر الأسئلة، آخر المداخلات قبل أن نتيح المجال لأستاذ غسان؟ طيب. السلام عليكم. إذن قبل الأخيرة تفضل أستاذ. شكرا جزيلا أستاذ غسان. انتهيت. الاسم الكريم أستاذ حاتم الطيب. حاتم الطيب. أستاذ غسان، انتهيت في نهاية بحثك على لنتيجة واضحة أنه ما في رواية تاريخية على حسب كلامك الأخير. وأنا سعيد جدا جدا أنك أنت ضربت مثال بشوق الدرويش لحمور زيادة ونيلوا جائزة في جمهورية مصر العربية، أوكي. واستشهدت ببعض الضباط اللي كانوا مأسورين في أيام المهدية، ومن ضمنهم سلاطين باشا، وعلى حسب الكلام اللي أنت قلته أنه ما في استيساق من الحقائق دي لأنه هم أسرى. أوكي. هل سبب رفضك للرواية التاريخية وعدم احترافك بها إنه التاريخ مزور، أو الناس اللي نقلوا التاريخ نقلوا بصورة غير صحيحة؟ شكرا لك أستاذ حاتم. المداخلة الأخيرة، هذه صارت قبل الأخيرة إذن. آخر مداخلتين تفضل أستاذ علي. شكرا دكتورة، وشكرا للباحث غسان علي عثمان. طبعا كنت أتمنى أن أطول الحديث حول السرد المرجعي والسرد التخيلي، وطبعا المحدث ما شاء الله أفاض في هذا الجانب، ولكن أيضا إحدى الحاضرات أشارت إلى بالنسبة للرواية التاريخية وتحفظها عليها. هناك أعتقد في كتاب
في كتاب اسمه متاهة التأويل، وبيطرح فكرة أخرى اللي هي فكرة الحفر الروائي في التاريخ بدلا من الرواية التاريخية. أنتقل مباشرة إلى سؤالين عندي تكرما. تفضل. أستاذ علي الله يخليك. هل ما نراه أو نقرأه في الروايات التاريخية، وأضع الروايات التاريخية بين قوسين، هل هي فعلا روايات تاريخية أم هي فقط تزمين للأحداث، خاصة أن الكاتب الروائي يخلق حدثا وأحداثا لروايته مبتكرة قد لا تلتقي مع التاريخ إلا في الزمن؟ شكرا لك أستاذ علي. سؤال أخير، يعني سؤالي الأخير، يعني والله أنا أفكر كيف سأجيب الرجل على كل هذا الكم من الأسئلة. خلاص إذن، يعني رأفة به فقط أستاذ علي. قول سؤالك أخيرا سريعا بس الله يخليك. تقريبا أتوقع أنه متشابه مع بعض الأسئلة. كيف نستطيع، يعني أقصد إحنا كقراء وليس، يعني كيف نستطيع أن نقول أنها رواية تاريخية إذا كان هذا التاريخ ذاته كما يقول الدكتور صلاح فضل مثلا في كتابه عن نظرية البنائية في النقد، أنه ليس هناك تاريخ واحد وإنما تواريخ متكاثرة متعددة. هذه الجملة قد نفهم منها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أن حتى الحدث الذي تعتمد عليه الرواية التاريخية ما هو إلا حدث مروي ومدون من قبل كتاب التاريخ كل حسب زاويته، وبالتالي يجعلنا نتساءل عن وقوع هذا الحدث اللي انبنت عليه الرواية. شكرا لك أستاذ علي، واضح جدا. السؤال الأخير. السلام عليكم دكتور، أهلا وسهلا. ما أريد أطول، أنا بس ذكرت أن دائما ما يقال بأنه لا يمكن محاكمة الرواية، بأنه لا يمكن محاكمة الرواية، محاكمة الكتب التاريخية أو التاريخ، وذكرت أن هذا الموضوع غير ممكن، فاستوضح إيش تقصد بغير ممكن بالضبط من أي ناحية. وأنا أعتقد أن خطورة الرواية التاريخية أو ما يسمى بالرواية التاريخية حينما تأتي من نطاق أو في مكان ملء فراغ معين موجود في التاريخ المكتوب أو الكتب التاريخية والموضوعية. وأذكر على سبيل المثال من المكتبة العمانية مثلا رواية الأديبة زوينة الكلباني اللي هي فتنة العروش، اللي هي تطرقت للحقبة الأخيرة من دولة النباهنة. دولة النباهنة أو الحقبة التاريخية من عمان هذه نوعا ما مغيبة، لا يوجد فيها الكثير من 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 الكتب التاريخية الموضوعية المكتوبة فيها، فلذلك تجد أن من يقرأها يعاملها معاملة على أنها حقائق تاريخية، على أن الأحداث الموجودة فيها هي حقائق تاريخية. والأمر ينطبق على الكثير من الروايات التي دائما ما تأتي على أنها تملأ فراغ موجود في الحقل الأكاديمي أو التاريخ المكتوب. شكرا. الاسم الكريم؟ قيس يوسف. حياك أستاذ قيس. يعني بقيت هناك مداخلة وصلت، لن يتركوك. هناك مداخلة وصلت عبر الواتساب من دكتور محمد الشحات من جامعة الشرقية، هو فقط هنا يعني يطرح مجموعة أفكار بناء على ما ذكره الأستاذ غسان. يقول أنه مراجعة مقولة التجنيس خارج المعنى فهي مقولة غير دقيقة ومردود عليها منذ القرن 19، هذه النقطة الأولى. أيضا هي مقولة أن التجنيس بات خارج المعرفة، في رد عليها قديم، هو يقول نعم مردود عليها منذ القرن 19. لا والله أنا وصلتني مكتوبة. هناك أيضا المداخلة الأخرى يقول أنه عندما ذكرت أنك لا تعرف المقصود بالتخيل، يقول هذه مشكلة، مشكلتك أنت أيضا دكتور أستاذ غسان. وأيضا عندما قلت أن كل ظاهرة هي ظاهرة تاريخية، يقول دكتور محمد شحات أن هذا الكلام غير دقيق، فكل ظاهرة تاريخية واجتماعية وسردية أيضا. فهذه هي مداخلات الدكتور محمد شحات. فأنا دعونا إذن
يعني جماعة الخير نبدأ من البداية، وكان الله في عونه. خلينا دكتور نبدأ من البداية من الأستاذ عبد الرزاق. نحن سنحاول المرور على الأسئلة، يعني نحاول قدر المستطاع أن نمر على كل هذا الكم من الأسئلة. الأستاذ عبد الرزاق ربيعي، نرد على المداخلة الأولى الأخيرة، نبدأ منها. لا يبدأ منها الأخيرة التي وصلت بالواتساب للدكتور محمد الشحات. تفضل يا أستاذ غسان. طيب ثاني النقاط، النقطة الأولى هي بتاعتي، لأنه عندما أشارت أوكي كده واضح صوت، تمام. إيه النقطة الأولى؟ أنه في رد على عن موضوع التجنيس خارج المعرفة، يقول لك أن هذه مقولة غير دقيقة، وهي مقولة مردود عليها منذ القرن التاسع عشر. طيب يعني هل الرد مذكور يعني؟ بما أنه قال مردود عليها، فيبدو أنه مردود عليها أنه مذكور. لا يعني لم يذكر الرد. إيه طبيعة الرد؟ إذا ما فيش إجابة على السؤال الأول. طيب إذا ذكر الرد يعني عشان يبقى النقاش موضوعي. أيضا القول أن كل ظاهرة هي ظاهرة تاريخية، يقول أنها مقولة غير دقيقة، فكل ظاهرة تاريخية واجتماعية وسردية أيضا. كل ظاهرة إيه؟ كل ظاهرة هي ظاهرة تاريخية، تمام. فيقول لك أن هذا الكلام غير دقيق، فكل ظاهرة تاريخية واجتماعية وسردية أيضا. ما فهمت actually. ما فهمت. طيب. كل ظاهرة تاريخية هي ظاهرة اجتماعية واجتماعية وسردية وتاريخية. actually ما فهمت والله. فهمت يا دكتور؟ أنا ما فهمت. ما فهمت. والله أنا كنت أود لو أن الدكتور محمد شحات حاضر هنا أيضا بيننا. ما فهمت. على كل حال دعونا نعود إلى الأسئلة التي طرحت. والله هل فهمت دكتور؟ أنا بالنسبة لي ما مفهومة. طيب نعود إلى الأسئلة التي طرحت في هذه القاعة. الأستاذ عبد الرزاق ربيعي كان يقول لك أن في حديثك عن الرواية، فهو يتحدث عن الرواية أرقى من التاريخ، لأنه لا يوجد ما يثبت أنها حقائق في التاريخ عندما يتكلم عن التاريخ. ثم يأتي الروائي فيعطي بعدا آخر، بعدا أكبر، ثم يقول ألا يمكن أن هذه الهشاشة الموجودة في التاريخ هي التي أعطت الرواية صلابة وجعلت الروائي أكثر قدرة على أن يبني عالمه بناء على هذه الهشاشة؟ نعم، يعني هو طبعا تعبير الهشاشة والله تعبير جمالي جدا، يعني ملفت. الهشاشة هاي تعبير عجيب يعني. واقع الحال. أنا كان قلت أنه لذلك نقول حينما ننتقل من زمن ثقافي إلى زمن ثقافي جديد سنواجه مشكلة أنه كيف يمكن أن نبيئ هذا المعنى الجديد في زمن الجديد، فهذه مشكلات مفهوم في سياق كده. غالب في مداخلات كثيرة، وقد يكون التقصير مني أنا لم أوضح الفكرة بشكل جيد، يعني أنا لم أقل أن أدوات المؤرخ والراوي واحدة، هذا ليس حديثي. يعني أنا الذي قلت أنه ما ينتهي إليه عمل الروائي وما ينتهي إليه عمل المؤلف في سياق تحليل الظاهرة الاجتماعية هو أمر يبدو وكأنما متشابه، لكن لم أقل أدوات واحدة هذه في صعوبة. سؤال أستاذ صادق حسن اللواتي يقول هل لديك منهجية مختلفة، وهل أنت تنادي بمنهجية جديدة لكتابة التاريخ من جديد؟ أنا لست مؤرخا، أنا أشتغل على السيسيولوجيا، وواقع الحال أنه كثير من المشكلات التي نعيشها الآن مثلا في كثير من السياسي والاجتماعي والاقتصادي والديني و كله في تقديري سببه غياب تحليل الأبعاد الاجتماعية. سنقع في مثل هذه المشكلات، أنه إما أن نلجأ لتحليلات ذات طابع، أننا في حاجة ماسة إلى إعادة كتابة المعرفة الثقافية العربية عبر أن تتحول هذه الترميزات وهذه الأفكار حتى الأشخاص المذكورين، وأن يموضعوا في السياق الذي أنتجهم، ثم معرفة أي موقعهم داخل هذا السياق. وفي هذه اللحظة سنفهم إلى حد كبير طبيعة تشكل المشكلات التي نعانيها حتى الآن بالمناسبة، ثم ما الذي قدمه فلان وفلان ولماذا سكت ولماذا صرح ودي مشكلات في كتابة التاريخ عموما يعني. لكن ما أنا ما عندي يعني منهج. أنا كل الذي أقوله أنه أن نعيد وحدة العلوم مرة أخرى، ده تصحيح التاريخ
هو طبعا يعني إذا سألت الروائي هذا النوع من الأسئلة ببساطة عليه أن يجيب بأنني لا أكتب تاريخا، أنا فقط أكتب رواية، هذا خيال، it's a fiction، مش كده حيقول لك ده خيال يعني أنا ما. فأكيد ما هو إن شوه، وافتكر الدكتور قال حاجة مهمة أنه في حد يتهم بأنه عمل تشويه لرواية تاريخية مش كده. فبالتالي في تقدير البسيط جدا أنه الإرادة، إرادة الكتابة دي أيضا لا نظن بأنها ذاتية مطلقة. أنا أشك أنه حينما شخص يكتب عمل ما، نص ما وكذا، لا نعتقد أنه هو صادر مطلقا عن إرادة تخصه تماما، يعني هو في النهاية ابن، هو فرد ضمن فاعلية كبيرة يعني في المجتمع وكذا، تتحكم فيه أشياء حتى خارج الذات يعني. لذلك أحيانا في تعبير يقول لك التخيل الذاتي مش كده، وافتكر مداخل يقول لك أنه أنا مشكلتي أنه أنا ما فهمت التخيل. هو مش الإشكال في عدم مفهوم الكتب كثير، لعله أخيراً ما كتبوا، ودي الإجابة عن المداخلة الأولى، صديقنا الدكتور حسن لشكر حول التخيل الذاتي وكذا، وده كتاب مهم. العصبية بتاعة أنه شوه فعل، دي أحكام مش شغلي أنا بأي حال. ببساطة يعني أنا وظيفتي في تحليل النصوص أنه أتفهم موقع هذه المعاني في البنية الاجتماعية الشاملة وكيف عبرت عن نفسها. أفتكر مش وظيفة الواحد أنه يحكم بأنه فعل كذا وفعل كذا. ما يفعله النقاد عادة دكتور أبونا أنه يعني وكأنما سلطة ما مش كده عند الناقد، فيشرف على النص من أعلى كده مش كده، ويجعل النص أصغر من ال، ودي مشكلات تانية طبعا يعني ممكن نتناقش شيء يعني حول مشكلات النقاد والسلطة دي يعني. فيعني مش دوري يعني أنه أحكم على ال. طيب الأستاذ أنس كان يتحدث عن دور الرواية التاريخية وهل أثر ظهور المدارس الأدبية الحديثة عن المدارس، ظهور المدارس الأدبية الحديثة هل أثرت في الرواية التاريخية؟ أعتقد إذا كنت فهمت السؤال بهذه الطريقة، المدارس الأدبية الحديثة هل أثرت في دور الرواية التاريخية؟ أعتقد إذا كنت فهمت السؤال بهذه الطريقة. يعني بطبيعة الحال أكيد بيكون في تأثير يعني، صحيح ممكن. دكتور سليم طرح سؤالا أنت أجبت عليه أستاذ غسان عندما نتكلم عن اختلاف الأدوات بين الروائي والمؤرخ. الدكتور زكريا أشار إلى ما قلته عن أن تاريخ أو أن التاريخ العربي ليس تاريخ الأفكار وإنما تاريخ الإعلام والأحداث، ويشير إلى أن المؤرخ هو دوره يؤرخ الأحداث وإنما الفيلسوف يؤرخ الأفكار. يقول لك هذه ليست منقصة ولكن شعر أن هناك انتقاص من دور الأكاديمي. لا طبعا مستحيل، لا أبدا دكتور. أنا الذي قلت أن الأدب أخطر من أن يترك فقط للنقد الأدبي، بمعنى أنه أنا أريد أن أعظم وجوده كمان بأنه في النهاية يجوز يعني يتحرك في كل نطاق العلوم الإنسانية، وده عمل أكاديمي صرف تماما مش يعني أبدا مش المعنى اللي وصل لحضرتك يعني كده. أنا قلت أنه أن نوسع دائرة الانشغال بالأدب، ولا نظن بأنه أمر جمالي كده وخلاص يعني، أو نتركه فقط لدرس النقد، لا نوسع أكثر من هذا المعنى. أيضا هو طرح سؤال آخر أيضا مهم جميل، يعني يقول لك هل يستفيد القارئ من قراءة الرواية عندما تتناول التاريخ بشكل أفضل من قراءة كتب التاريخ مباشرة؟ أي يعني الحيلة دي لجأ لها جرج زيدان مش كده في آخر القرن 19، قال استشعرت أنه هذا الجيل الجديد يصعب عليه أن يقرأ الطبري والمسعودي وكذا، الأمر صعب قاسي، اللغة ولا ابن خلدون ما بيقدر. فأنا بعمل إيه؟ بروح دمدجرجي، بأخذ قصة موجودة، ولو لاحظت جرجي حتى عناوين القصص بتاعته مباشرة جدا، مش أبو مسلم الخراساني ده عنوان الرواية كذا، المملوك الشارد قصده المماليك وصراعهم مع محمد علي باشا وكذا. فنعم في أدوات بالمعنى ده، والأمر ده مناسب حتى في يعني في الرواية الغربية موجود، يعني مثلا والتر سكوت لما ندرس تاريخه وكذا في تاريخ اسكتلندا وغيره برضو كان لعب نفس الدور اللي عمله جيرج زيدان، بأنه أنا أريد أن أقرب المسافة. وطبعا الكلام ده صحيح بالمناسبة، النصوص دي صعبة شوية يعني الوقت، ابن خلد النص بتاع المقدمة ده مش للطلبة يعني، حتى أحيانا للمتخصصين النص قاسي يعني صعب اللغة يعني،
ابن خلدون نفسه، لأن برضو في النهاية تكوينه في علم الكلام بيديه البعد الفلسفي ده يعني مش كده. يعني مرة واحد قال لي لا أصدقاء قال لي شوف ابن خلدون قال العرب ديل مش عارف يدمرون الحضارة وكده. قلت له وين؟ قال أيوة يصعد الليل. فأنا قلت له وين؟ قال لي في المقدمة. قلت لكن ابن خلدون قال الأعراب، قال النوماتس، قال الرحل، ما قال العرب. العرب بيحكي عنه ابن خلدون ليسوا العرب العرق، الطبقة بتاعت الرحل دي التي آذت الدول الحفصية في شمال إفريقيا. يعني شوف السياقات معقدة صعبة صعبة. ففعلا الدور ده بيطلع مهم مهم يعني. أنا أتصور أنه مداخلة أستاذ نزار أنت جبت عليها عندما استحضر رواية عبد العزيز بركة ساكن وسألك أننا ألا نقع في فخ المصطلح بتقسيمها وتصنيفها، وأنت يعني بالتقسيم وبالتصنيف أن هذه رواية تاريخية وهذه رواية كذا، وأنت أشرت أنا قلت أنا ضد التجنيس يعني وكذا. صحيح. نعم. صحيح. الأستاذ حاتم إذا كنت فهمت السؤال يقول هل سبب عدم احتفائك بالرواية التاريخية هو هي هو أصلاً أن التاريخ مزور؟ يعني هو طبعاً ده سؤال معقد لأنه هو متصل بحقائق بحقيقة المعرفة وكذا يعني. هو مثلاً السؤال بيطرح أو يفترض أن يطرح يعني لماذا هناك بعض المدونات في التاريخ تعيش أكثر من الأخرى؟ صح؟ يعني ليه الطبري والمسعودي وابن خلدون يبدو أنهم إذا عملنا تقسيم تحقيق يعني هم يبدو عايشين أكثر أطول من الله أيوة البلاد، لكن تستطيع أن تجي تعمل قائمة كده أنه من الأكثر انتشارا واستخداما مش كده وخلودا وكده. طيب الأمر ده بينشأ من وين؟ يعني إيه السلطة التي إحنا غير واعين بها التي تجعل هذا النص مستمر وهذا النص مستبعد؟ يعني أي يبدو أنه في جملة عناصر في الاجتماعية وكده تجعل هذه النصوص تعيش وبعضها كده. طبعا فكرة صدق الرواية من زيفة أنا ما مؤرخ بطبيعة الحال، لكن هم المناهج متوفرة عندهم من الجرح والتعديل وصدق الرواية وكده مفهوم يعني أنه في أدوات دي ممكن تناقش بعد ذاك لوحدها يعني تناقش لوحدها أنه المؤرخين من مدرسة الحوليات الفرنسية إلى الآن يتحدثون حول أو يشتغلون كثيرا جدا لصالح أنه موضوع حقيقة الوثيقة ودورها ووظيفتها، ففي اشتغال موجود في الابتداء. نعم الأستاذ علي كان يقترح عوضا عن الرواية التاريخية مصطلح الحفر الروائي في التاريخ، لكن هو لديه أسئلة يقول لك هل ما نقرأه في الرواية التاريخية عندما نقول رواية تاريخية هل هي روايات تاريخية أو أنه تزمين للأحداث بمعنى أدق؟ أنا عجبني جدا تعبير تزمين طبعا، أنه نعمل مثال عملي على بعض الأعمال. واسين العرج، إيه الأكثر حضورا في روايات واسين؟ الثورة الجزائرية، عبد القادر الجزائري، ذاكرة الاستعمار ضد الاستعمار، يبدو الأكثر حضورا في روايات واسين. طيب هل الذي يكتب الأستاذ الكبير الدكتور واسين العرج في حقبة النضال الجزائري ضد الاستعمار، هل الزمن الذي كتبت فيه هذه الروايات هو تزمين لنضال الاستعمار، ولا هو يعني التعبير الأدق أفتكر يعني أنه لأنه تزمين بشكل أو بآخر يعني يغلق الحدود حوله. أنا يمكن أن أسميه تبيئة، أكثر تبيئة بمعنى أنه يأتي بالحادثة ليعيد يعني حضورة وتجذيرة وتعزيزة لتعبر عن ما لم تعبر عنه في اللحظة التي قامت فيها. لذلك عبد القادر الجزائري أحيانا يؤخذ كلافتة في الرواية، لا يؤخذ كفاعل رئيس، ليس ساردا عليما مش كذا، واحد من أعماله دي يعني ما بتلقى القائد عبد القادر حقيقي، قد تجد عكسه الفرنساوي الثاني في الرواية ما مذكر اسمه يعني وكذا. فنعم في عمل تاني ذكرناه قبل شوية، أنا مشغول بأمين معلوف مثلا أو ليون الأفريقي خلاف سمرقند، كمان ليون الأفريقي كانت مشاغل أمين
أن يجيب على جملة أسئلة في الراهن في موضوع الهوية وموضوع الآخر وموضوع المذهب وموضوع الشرق والغرب وكل الأسئلة دي. فاستدعى ليون ليجيب نيابة عنه وعنا عن أسئلة اليوم، رغم أن زمن ليون ليس زمن، لاحظت ليون بقى إفريقي وابنه بقى ابن الرومي مش كده في الرواية الشهيرة وكده. فنعم نعم هي التبئة دي هي الأقرب. أيضا وطرح سؤال آخر يقول كيف نستطيع أن نقول أن هذه رواية تاريخية إذا كان الموضوع أو كما إذا كان الأمر كما يقول صلاح فضل أنه ليس هناك تاريخ وأنما تواريخ تكتب؟ يعني أنا لازم أفصل تماما، أنا أدخل إلى هذا الحقل ليس من باب النقد الأدبي، أنا من أول محاضرة يعني وكذا، وأنا عارف عصبية النقاد، يعني النقاد عندهم عصبية أحيانا أصعب من البقية يعني وكذا، وهي دي عصبية أكاديمية معروفة يعني سلطة المنهج يعني وكذا، زي قلنا اليوم الأسباب الرئيسية يا دكتور بتجيب الطالب في الجامعة بتطلب منه بحث مش كده، روح أول ما تطلب منه بتقول له اعمل الخطة بتاعت البحث، من ضمن الخطة بتقول له اعمل ايه؟ منهج البحث. طبعا ده المتسبب في جملة كوارث الوعي بتاعنا، هو أنا لم أبدأ البحث وأحاكم ومطلوب مني أن أحتكم إلى منهج معين قبل أن يقترع علي الموضوع مناهج ليست من ضمن المنهج الذي اخترت، ودي برضو يعمل لي مشاكل في الأكاديمية ومشاكل في التفكير عموما يعني. فدي دي العامل العصبية بالمناسبة، لكن المنهجية تقول كذا يا سيدي، الآن الابستمولوجيا تقول أن ليس ثمة منهج واحد لمعالجة المواضيع، بل ينبغي أن نترك الموضوع ينتخب منهجه، إما نحن بنطلع باحثين غير قادرين في الجامعات ليه؟ لأن بن 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 يعني بنتحكم نتحكم في قدراتهم يعني. قيس يوسف عنده سؤال أنا أعتقد أنه سؤال مهم أيضا، يقول عندما نتحدث عن محاكمة الرواية ويتحدث عن خطورة الرواية التاريخية عندما تملأ فراغا أساسا موجود في كتابة التاريخ، ثم تأتي الرواية وتملأ هذا الفراغ، فيعتقد القارئ أن ما كتبته الرواية هو الحقيقة وأن هو ما حصل فعلا. أي يعني هي لأنه في برضو مداخلة مهمة حول أنه اللغة وجماليات الكتابة وكذا ضدا على جفاف النص التاريخي، يعني هنا القدرة على التسرب أكبر وعلى التأثير وعلى صياغات عمليات الوعي أكبر تماما. نعم تستطيع أن تقول ما لا يقول النص نفسه، ما للتأويل جليه ليه التأويل الأدبي ظهر أصلا، ليه ظهرت الهيمنوتيقة يعني، لأنه هذا النص قادر على أن يعطي أكثر فأكثر 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 وفي زمن مستمر مش كده، وبالتالي نعم الأمر ده قدرته على التأثير أكبر تماما من النص المباشر إذا كتب ابن خلدون ولا كتب الطبري ولا كذا. نعم صحيح تأثير كبير جدا جدا، وقد تكون غير شاعر بطبيعة التأثير أصلا من الناس، قد تكون ما شاعر بها لأنه تتشكل الصورة في ذهنك، يعني أسي إحنا بنحب المتنبي يعني مش كده، متنبي لكن ما بالضرورة كلنا رحنا درسنا السيرة الذاتية والتاريخ الخاص لتاريخ المتنبي، لكن ما أنتج المتنبي هو الذي صنع صورة المتنبي في الذهن، مش كده ما كتبه هو اللي صنع صورته التي لم نقرأها أصلا، وقد نفاجئ حينما نقرأ بأنه لم نكن نعرف من هو هذا المتنبي يعني مش كده يعني واضح. أنا أعتقد أن سؤال قيس يوسف أيضا على ارتباط بمداخلة الدكتور نبهان عندما ذكر نموذجا بأن اتهم أحد الروائيين بأنه شوه الحقيقة ثم دافع عن نفسه بأن هذا ما قرأه وقابل أشخاصا، كيف يحق للكاتب أن يكتب الرواية بهذه الطريقة إذا كانت تشوه الحقيقة؟ أنا أعتقد أنت أيضا نشرت قبل قليل على هذه النقطة. أي نعم انتهى السؤال، يعني هي كانت هذه مداخلة الدكتور نبهان، أن بالمعنى دكتور نبهان أن كيف يحق، هل يحق للروائي فعلا أن يكتب بهذه الطريقة التشويهية وثم يأتي ويدافع عن نفسه ويقول أنا قرأت أساسا كتب التاريخ وأنا قابلت أشخاصا صحيح صحيح، وأن الحقيقة هي كما سردتها في الرواية؟ فالفكرة قريبة صحيح، قريبة من مداخلة قيس عندما قال عندما يملأ الروائي هذا الفراغ
ويأتي القارئ ويصدق بأن الحقيقة التاريخية هي فعلا كما قرأها في الرواية وليست كما قرأ في كتب التاريخ. أنا أساسا لن يجدها غالبا في كتب التاريخ لأن الفراغ موجود. صدرت رواية عن أم كلثوم اسمها حانة الست العام الماضي، افتكر العام الماضي، محمد بركة، محمد بركة وش؟ محمد بركة هاي. وهل في شيء لم يكتب عن الست أم كلثوم؟ كثير جدا. ففي آخر رواية هو أثبت السبت بتاع كل المراجع والكتب التي اعتمد عليها ليكتب رواية حانة الست، أكثر من 80 مرجع، أكثر من 80 مرجع. قال أنا قرأت هذا كله، ده المؤلف، أنا قرأت كل هذه المراجع ثم كتبت الرواية. فطبعا قلت هو خايف يبدو دي حد، أنا شخصية كبيرة طبعا الست، إذا حد يعني لو عمل أي حاجة في الست يقول مش أنا يعني، هم اللي هم قال يعني هم اللي قال. أوكي، حانة الست محمد بركة، محمد بركة، حانة الست محمد بركة. والله رواية ممتازة جدا بالمناسبة. وطبعا التاريخ أثبت كل، حتى المقابلات الصحفية اللي جاء فيها كلام عن تاريخ ست أم كلثوم كتبوا طبعا في النهاية، عشان كلام الدكتور، عشان لما انتصدوا الرواية يقول والله يعني في النهاية أنا لم أفعل شيئا، يعني أنه فعل كل شيء في الرواية. يعني عمل كل حاجة في النص يعني. طيب، مداخلة شريف التوبي كانت لم تكن سؤالا، هي قالت أنها ضد مصطلح الرواية التاريخية وأن المؤرخ لا يكون حرا مثل ما يكون الرواية عموما. شريفة غادرت القاعة. أستاذ يوسف الحبوب يقول، بس قبل يوسف، أنا المداخلة الأولى كان مين التعليق؟ مع الأستاذ، أول مداخلة كان أستاذ عبد الرزاق. لا المداخلة المرسلة، هل من ضمن الحضور يعني ودي مرسلة؟ لا، هو أرسل لي صوتية ستسمعها بعد قليل. فقط أوكي. آخر مداخلة مكتوبة عندي للدكتور، يتابع من اليوتيوب، هو يتابعنا الآن دكتور محمد شحات، فأرسل. طيب هو ليه زعلان كده؟ طيب العمل يوسف الحبوب يسأل من هم كتاب التاريخ، ما هي أدواتهم، ما هي أهدافهم، وهل بوسعنا أو بوسع الروائي تلوين التاريخ وفق ما يريد أيضا؟ يعني هذا صحيح، بمناسبة الجدال أستاذ يوسف مستمر، في ناس بيسقطوا بيقولوا أنه يعني هذه الروايات التاريخية لا يعتد بها لأنه برضه في النهاية خاضعة لإرادات الاختيار دي، في ناس بيستبعدوا نصوص لأنه مفهوم يعني يعني بالضبط كده بالضبط. فالأمر كله خاضع للمعنى ده، يعني إنه ما فيش حاجة معلقة، هي في النهاية بنت الحاضن اللي قاعدة تتحرك فيها. نعم. طيب إحنا الآن سنستمع إلى رسالة صوتية للدكتور محمد الشحات. للدكتور الزعلان. للدكتور محمد الشحات حتى يعني ما يزعل علينا، نستمع إلى رسالته الصوتية يرد عليه أستاذ غسان بعد قليل. شكرا جزيلا للنادي الثقافي، شكرا جزيلا للمركز السلطان قابوس على تنظيم مثل هذه الفعاليات النوعية. حقيقة أهنئكم على هذه الفعالية التي كنت أود أن أكون بينكم، لكن لسبب خاص بالعمل الأكاديمي والتدريس لم أستطع اللحاق بكم. استمعت إلى محاضرة الأستاذ غسان بإنصات شديد في بعد مضي تقريبا نصف ساعة، يعني التحقت بكم في حدود أكثر من 40 دقيقة. فيما استمعت إليه الطرح جيد جدا إلى حد بعيد، لكن عندي مجموعة من الملاحظات سأقولها سريعا فقط من باب التفاعل مع هذا المحور الجيد. أولا أنا أتحفظ على كلمة المفكر هذه، فأنا كأكاديمي وناقد أدبي أو ناقد ثقافي لست ممن يحبون هذه التوصيفات بالمعنى المفتوح، فالناقد الأدبي مفكر، المؤرخ مفكر، عالم الاجتماع مفكر، الشاعر مفكر، كاتب المسرح مفكر، كاتب قصص الأطفال مفكر، المترجم مفكر. إذن هذا التعبير اللي هو the concept of thinker تعبير عربي ركيك لا أراه يضيف أي شيء، بل يضع تمييزات لا قيمة لها على أرض الواقع. كلنا باحثون، كلنا مشتغلون بأطر معرفية مختلفة. أستاذ غسان، حقيقة أنا رغم وجهة طرحك أختلف معك كثيرا وبحد في بعض النقاط. أولها أن التجنيس خارج إطار المعرفة، لا أنا أعترض، لأن التجنيس بالمناسبة التجنيس يقع في التاريخ أيضا. إذا كنت تجنس تقصد بالتجنيس categorizing literary or historical texts، يعني سواء كنا نصنف نصوصا أدبية أو نصوص تاريخية، فالتجنيس عملية جزء من التكوين المعرفي للباحث يمارسه جميع الباحثين بأشكال مختلفة.
في إطار التاريخ هناك تجنيس، فنقول تاريخ وسيط وتاريخ قديم وتاريخ حديث، هنا تاريخ إسلامي وتاريخ يوناني وتاريخ مصري أو فرعوني إلى آخره. التجنيس داخل الأدب كما أشرت موضوع إشكالي، لكنه حقيقة جزء من تقاليد الأدب. هناك تقاليد خاصة بالنوع أستاذي الفاضل تعود إلى القرن 19، إلى هيبوليتين وإيميل دوركايم ومدام ديستال و جورج براندز ومجموعة كبيرة جدا من الباحثين. وأنا حقيقة أنا منذ عام تقريبا انتهيت أو أعكف على ترجمة كتاب موسوعة النقد الأدبي Encyclopedia of Literary Theory، موسوعة كامبريدج إنسايكلوبيديا، وهي عن القرن 19 في هذا الجزء كله حقيقة يتحدث عن طموح النقد الأدبي إلى أن يكون علما، وطموح النقد الأدبي إلى أن يقوم على التصنيف والتجنيس. فالتجنيس موضوع جزء من تكوين العلم لا يمكن التخلص منه حتى في النقد الحديث أو في السرديات الحديثة. أحيانا تستعمل السرديات بالمفهوم الثقافي، أحيانا تستعمل السرديات بالمفهوم التخيلي، وبينهما بون كبير إذا أردنا الدقة. إشاراتك الثانية التي قلت فيها لا أعرف المقصود بالتخيل، هذه أيضا إشارة لا أراها دقيقة. التخيل موجود، الفيكشن إذا كنت تفكر في التخيل بوصفه as fiction فهو موجود بالضرورة، إذا كنت تفكر فيه باعتباره imagination imaginary مخيلة وتخيل هو موجود بالضرورة، إذا كنت تفكر في التخيل باعتباره شكل من أشكال الناراتيفيتي أو الناراتيف أو الناراتولوجي فهو موجود بالضرورة أيضا. وكلها أطروحات مستقرة، وليس فقط كما أشار إليها الدكتور عبد الله إبراهيم، فهذا طرح مهم حقيقة، وإن كان عبد الله إبراهيم يربط التخيل بالعملية الاستعمارية في حين يربطها سعيد يقطين بالعملية الجمالية في تأسيس النصوص. اختلاف أخير حتى لا أطيل، كل ظاهرة تاريخية، هذا من منظورك أنت كمؤرخ، لكن يأتي السوسيولوجي ويقول كل ظاهرة اجتماعية، يأتي عالم الأدب فيقول كل ظاهرة أدبية، وهكذا. فالأمر يحتاج إلى أرحاب الصدر، إلى تعدد منظورات، عدم التشبث بمواقعنا الأدبية على بتعبير أمي بابا The Location of Culture، ألا نتشبث بمواقعنا كمؤرخي أدب أو مؤرخي ظواهر ثقافية وتاريخية أو نقاد أدب أو علماء جمال أو استطيقة، على كل منا أن يتحدث من منظوره هو دون مصادرة على المنظورات الأخرى. هذه المصادرة غير دقيقة في العلم، وليس لها مجال في في فيما نعيشه، وإلا سنصبح أكثر أصولية من الخطاب المتطرف. لكم كل التحية والتقدير، هذه فقط بعض ملاحظات عابرة أودت أن أشارككم بها هذه الندوة أو هذه الفعالية، كنت حقا أود أن أكون بينكم. لكم كل التحية والتقدير. شكرا للدكتور محمد شحات، إذا كنت تستمع إلينا، نحن استمعنا إلى مداخلتك التي زالت على 5 دقائق، حتى لا تزعل علينا وحتى لا تزعل أيضا سيرد عليك الآن أستاذ غسان، تفضل. يعني هذه آخر المداخلات دكتور محمد شحات. أول حاجة تحية كاملة لدكتور محمد على ما تفضل، هو بذل مجهود بأنه يعني شاهد هذه المحاضرة، ده أمر نشكره عليه جزيل الشكر. تعبير مفكر، أولا لم أطلب بأن أوصف بشيء ما، يعني ده رقم واحد، يعني هذا ليس من شأني، هذا لا يقع عليك، لا يقع علي. ثم أنه أنا أتفق معه بأن عمليات التفكير ليست حكرا على أسماء بعينها، يعني كلنا نفكر، يعني هذا للتوضيح يا دكتور، أنا لم أختار أن ولا يضيف لي شيئا أن أختار أن أصبح مفكرا وغير مفكر، يعني أضيف لي حاجة ده. يعني النقطة الثانية، يبدو أن الدكتور بيتكلم عن التصنيف، أنا يعني أو هو إذا أنا فهمته فهم تعبير التجنيس بأنه التصنيف، أنا لا أتحدث عن ذلك. وبطبيعة الحال يعني واحدة من أدوات المعرفة عمليات التصنيف، مفهوم يعني هي قادمة في النهاية من فلسفة العلوم، يعني كلنا بنعرف يعني انتقد من فلسفة العلوم إلى أيام يعني إذا من جون ديو حتى ميشيل فوكو وكذا، نفهم تماما أنه حينما جرى انتقال الابستمولوجيا من العلم إلى المعرفة، فانتقلت عمليات التصنيف إلى، إحنا في علم الاجتماع حينما نقول الأسرة أصغر وحدة اجتماعية أو أصغر خلية اجتماعية، تعبير خلية ليس تعبيرا سوسيولوجيا، قادم جايين من هناك، لا تحدث عن التصنيف، يعني لا مش المعنى. أنا ببساطة حينما قلت أنه عمليات التجنيس، لم أرفض عمليات التجنيس، أنا رفضت
بأن نقول بأن إنه هذا طريقة التجنيس في تقديري هي طريقة تعزل العلاقات داخل البنية الاجتماعية، وبالتالي تعتقد بشكل أو بآخر أن ثمة استقلال ما للأدب، وثمة بعيد تماما من السوسيولوجيا، أو ثمة استقلال ما للاقتصاد بعيد تماما من الثقافة. هذه الفكرة دي، أن التجنيس بالمعنى ده يرجعنا خطوات قديمة جدا جدا حينما جرت مقولات القطيعة المعرفية عند غاستون باشلر وغيره، والتي انتهت بأننا لا يمكن أن نتحدث عن يعني وكأنما ثم التكوينات معزولة عن بعضها البعض، ثم ندعي بأنها تشكل ظاهرة عامة. يعني إذا أحسنت الإجابة، أنا قلت أن الفصل، عمليات الفصل دي بالنسبة لي مشكلة. لم أرى في حديثك حتى يا دكتور، من حقك طبعا أن تختار ما تختار وكذا. أنا تعبير التخيل وكذا قد أكون لم أكن موفقا حينما قلت أنا لا أعرف ما المقصود بالتخيل، لكن عاوز أقول لك أنه دي واحدة من طرق الحديث عندي، أنه أنا حينما أقول لا أعرف أنا أعني بأني أعرف، يعني للدرجة أني فقدت قدرتي على أن يصبح هذا المفهوم كافيا لي. مش ما بعرف يعني، لا أبدا، غير صح، وبعرف جيد يعني، وعرف كويس جدا يعني إيه المقصود، وقرأت وطلعت على كثير مما، حتى ذكرت آخر كتاب وأفتكر كتاب ممتاز للدكتور حسن الأشكر في جامعة مكناس حول التخيل الذاتي، وده كتاب متقدم في موضوع التخيل. فالذي قلت أننا لا أعرف ما المقصود بالتخيل، من شدة ما تحول هذا المفهوم إلى سلطة وبات يمنع الاقتراب منه، فبات عندي أنه أنا أسعى إلى التخلص من المفهوم آخر يعني. نعم. مش أنا مش عارفه يعني، لا أنا عارفه عارفه كويس يعني. في الشيء النقطة الأخيرة للدكتور في موضوع الظاهرة الاجتماعية، أنا والله ما سمعت يا دكتور أبو، أنا فهمت هل إنه الاعتراض عليه إنه كل ظاهرة اجتماعية ما لا؟ أنا ما سمعت النقطة الأخيرة دي أكشوري، حد سمعها؟ والله أنا صعب أيضاً إنه أعيد السؤال مجدداً، لكن هو يقول لك إنه مراد كل ظاهرة هي ظاهرة تاريخية، هذه مقولة غير دقيقة. كل ظاهرة هي ظاهرة هي ظاهرة تاريخية. كل ظاهرة هو يقول. لا نمسك شوي كل ظاهرة. مراجعة مقولة كل ظاهرة هي ظاهرة تاريخية غير دقيق، فكل ظاهرة تاريخية واجتماعية وسردية أيضاً. النقطة الثانية من الكلام بل هي إيه؟ ظاهرة تاريخية واجتماعية وسردية أيضاً. أي يعني أوكي ما في مشكلة، كل ظاهرة ظاهرة تاريخية بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ أنا حينما أدرس وأنا أتحدث من منطلق التخصص، حينما ندرس الظواهر الاجتماعية في المجتمعات البدائية، أي موضوع من المواضيع، واقع الحال أننا ندرس تاريخ هذه الظاهرة، وإلا لن نستطيع أن نفهم ما طبيعة هذه الظاهرة وكيف تغيرت وتطورت. فكل ظاهرة هي في النهاية لا يمكن عزلها عن سياق التاريخي، هذا الذي قلته. يعني هل يمكن؟ لا يمكن طبعا، لا تستطيع أن تعزل ظاهرة اللي أن تدرسها تعزلها عن سياق التاريخي، هذا غير ممكن طبعا، مشكلة هذا يقطع طريق التعرف على تطور الظاهرة. وكل ظاهرة هي ظاهرة سردية وهي الأخيرة وتاريخية واجتماعية وسردية. آه لا لا، أول حاجة أستاذ ناصر، أنا أسفة جدا، الأستاذ هناك يعني ترفعون يديكم للسؤال، لكن أنا أيضا تصلني الإشارة من الخلف تماما أن الوقت قد انتهى. شكرا جزيلا للأستاذ غسان على تشريفه لنا في النادي الثقافي على هذه المحاضرة الثرية جدا والتي أثارت الكثير من التساؤلات. شكرا جزيلا لكم أيضا على حضوركم وعلى تفاعلكم وعلى إنصاتكم. شكرا لكل المتابعين عبر منصات النادي الثقافي في اليوتيوب وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا لمركز سلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم على تعاونه معنا من أجل تنظيم هذه الفعالية. إن شاء الله دائما نلقاكم على خير، ونرجو طيب الإقامة للأستاذ غسان خلال الأيام المقبلة، وإن شاء الله نراكم على خير دائما وتصبحون على خير.